هي دي صورة محمد منير على غلاف عدد Man of the Year الخاص بمجلة GQ Middle East، واللي بتحتفل بيه من بعد منحه The Legend Award، طبعاً عن مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالإنجازات. وزي أكيد ما أنتوا شايفين إن هو على غلاف الكفر، يعني على المجازين نفسه صورة طالعة قد إيه مبهجة. وكالعادة منير عفويته اللي تعودنا عليها دايماً، وستايله المختلف اللي دايماً بنشوفه فيه كاجوال على طول. طبعاً يعني غير صورة الغلاف كان في كتير من الصور العفوية والمميزة اللي عم بتشوفوها هلأ تباعاً. طبعاً منير رائع حقيقة بكل حالاته، وأهمية هالفوتوشوت غير وجود منير طبعا هي توقيتها اللي اجى بعد الاخبار اللي قلقت جمهوره عن صحته. اكيد بهي الصور فرحوا طبعاً، وكانوا متشوقين للقائه اكيد. إيه، واكيد محمد منير مستحيل يدخل محل وما يسوي جو طبعا. وهذا الشيء شفناه بالفيديو اللي حتشوفوه في الفيديو الحصريه من كواليس الفوتوشوت للحظه وصوله على لوكيشن التصوير مع الكرو، لما كان جالس معاهم بيختار الاوتفيتس اللي حيلبسهم في الصور. يعني صبحي زي انت ما قلت فعلا الناس قد ايه مشتاقه وفرحانه انها ترجع تشوف منير ولو باي لوك هيطلع بصراحه. وطبعا محور المقابله اللي هتشوفوها هو ألبوم محمد منير الجديد اللي كنا كلمناكم عنه قبل كده، واللي هينزل المفروض خلال ايام اونلاين، وهتسمعوا فيه 5 اغاني منهم باب الجمال واللي بتحمل اسم الالبوم، وهي من كلمات احمد حسن رؤول والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل في اول تعاون ليهم مع الكينج منير، واللي قام بالتسجيل وهندسه الصوت والماستر أمير محروس. طبعاً فينك يا حبيبي هي من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس. أنا رايق كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي. ذوق كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا. ومسألة السن من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.